السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله نشارك معكم واحد تحلية ديال سميدة رقيقة. تبعوا معي إن شاء الله حتى الأخير باش تشوفوا طريقة التحضير. أول حاجة غنبداو بالكريم اللي غنديرو في الداخل ديال التحلية ديالنا. ناخذو جوج كيسان ديال العنبه ديال الحليب، المهم تقريبا جوج كيسان اللي غنديرو، وغنزيدو عليهم كريم سميتو كريم باتيسير، غنديرو جوج معالق كبار، وغنزيدو جوج معالق ديال مايزينا حتى هما جوج معالق كبار، وجوج معالق ديال سنيدة. نحركو مزيان ونديرو فوق العافية تيتعقد لينا، من ديما نحركوه تيتعقد لينا ونحطوه على جنب. دابا راه قريب يتعقد لينا، نحركو مزيان وغنطفيو ليه ونحطو في جنب حتى يبرد لينا مزيان عاد نخدمو به. نمشيو للطريقة الثانية اللي غنديرو فيها السيرو اللي غنخدمو فيه السميدة. غنديرو كاس ديال الحليب ديال عفوا ديال الماء، وغنديرو ثلاثة د المعالق كبار ديال سنيدة ونخلطو مزيان، نديروهم فوق العافية حتى طيب لينا ديك السنيدة، وغنخليوها على جنب حتى هي. كما شفتوا دابا غنمشيو نصايبو التحليه ديالنا اللي غنطيبو. نديرو جوج كيسان ديال سنيده رقيقه ديال الحلويات، ومعلقه تكون كبيره ديال الزبده، وجوج كيسان ديال الحليب. سنيده بغيتو ديروها ما بغيتوش غتكافيو غير بداك السيرون اللي غنخدمو به. انا درت معلقه كبيره ديال سنيده. صافي غتحركو مزيان وغديروها فوق العافيه تطيب ديك السميده رقيقه. كنتمنى لك تشاهد الفيديو ديالي لاول مره، ما تنساش الاشتراك ولايك وتفعيل الجرس باش ان شاء الله يوصلها كل جديد ديالي. صافي كندلكو السميده ديالنا فوق العافيه في الطيفال، من الافضل تخدمو في الطيفال. المهم ما تفرقوش معها، تبقاو دلكو فيها هكا كل ساعه تحركوها ودلكو فيها تطيب لينا مزيان. تنشوفوها صافي تعقدت لينا، عاد نزيدو ليها داك السيرون. اللي بغات تحمر السميده هو الاول في الطفال غتحمرو، الا بغات يجي ليها اللون ديالو بحال كراميل، اللي ما بغاتش غدير غير الطريقه. نستمر هكا تطيب لينا ديك الحشوه ديال السميده. السميده راه كطيب دغيا، المهم استعملوا غير داك النوع الجيد ديال الحلويات.
نبقاو ندلكوها 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 فوق العافية تطيب لينا مزيان. صافي دابا انا غنحيدها فوق العافية. المهم نتوما غتحركوها مزيان حيت انا حيدت الفيديو تاع طيبتها مزيان، غير خصكم ديروا الطفل باش ما تحرقش ليكم. صافي دابا غنحيدها ونكملوا التحلية ديالنا. ودابا غناخد المولة ديال الفلون وغنديروا فيها الساشيات ولا بابي سلوفان اللي متوفر عندكم في الدار. هناخدو ديك العجينه ديالنا ديال التحليه اللي طيبنا وغناخدو شويه ديال ماء الزهر هي باش غندلكو العجينه ديالنا. انا كنستعمل ماء الزهر ديال بن عمري، هي كتكون عندها ديك النسمه مجهده. صافي نبقاو ندلكوها في الداخل تاع المول تنقدوها مزيان بيدينا. العجينه خصها تكون مقاده في الداخل تاع المول باش تجي في الحطه ديالها مقاده. دابا غنعمروها بسميتو بداك الكريم باتيسير اللي صايبنا في الاول. هناخدو كريم باتيسير وغنخلطو معاه سميتو واحد دانون ديال بدون سكر. اللي عندها القشدة الطرية غتخلطها مع الكريم، اللي ما عندهاش راه غدير غير سميتو غدير غير دانون مسوس. دابا غناخدو داك الكريم اللي صايبنا ونعمرو به دوك المولات ديالنا اللي درنا فيهم التحليه ديال السميده الرقيقه، وغناخدو تاني كره ديال السميده الرقيقه وندلكوها بماء الزهر وغنحطوها فوق منها ونسدوها في الجناب. عاد نحطو ليها الساشيه باش تجمع لينا مزيان وتقد كيما شفتو في الصوره. صافي نوريكم مزيان. غنحطوه على جنب ونصيبو شكل اخر. انا عندي هنا جوج شكالات، نتوما الا ما عندكمش المولات ديال الفلون غديروا غير دوك الطباسل ديال المرق نيدام ولا دوك الطباسل ديال الحريره الزليف ديال الحريره. المهم كاينين شحال من نوع في دوك المعينات ديال الكوزينه. صافي غنزوقو كامل هادي تا هي وغندلكوها مزيان بماء الزهر ونقدو ليها الجناب ديالها تتكون مقاده كامله في الداخل.
ونعمروها حتى هي ونسدوها كيما سدينا الاولى. صدقوني يا البنات كتجي هاد التحلية رائعة ومذاق رائع. غنعمرهم كاملين وغنسدهم وغنرجع معكم ان شاء الله باش نوري لكم تاني الفلون ديال السميدة الرقيقة اللي غنديرو فيه الزواق من الفوق. ودابا غناخد طبقات صغار ديال التقديم اللي غنستفو فيه ان شاء الله التحلية ديالنا. طريقة سهلة البنات وكتجي زوينة في المذاق وزوينة في الديكور. هذا هو الشكل النهائي ديالها. دابا باقي لينا غير نزوقها من الفوق. نتوما بغيتو الشوكولات غتزوقوها بنكهة شوكولات او فلون. انا ان شاء الله غنستعمل اليوم فلون ديال الكراميل اللي محطوط عندي هنايا. ودابا غناخد كسرونه وغنديروا كاس ديال الحليب تقريبا كنستهلو لتر ديال الحليب البنات في هاد التحليه. وغنديروا واحد المعلقه ديال الفلون بنكهه سميده رقيقه كنخلطوه مزيان. هو ما كديريش ليه سنيده هو في سنيده وكديري فوق العافيه تيسخن مزيان كيما شفتو يتعقد لينا هو راه دغيا كيتعقد. وغنخليوه تيبرد شويه عاد ديك الساعه نحطوه نزوقو به التحليه ديالنا. انا خليته تبرز عاد خدمت به. صافي زوقناهم كاملين و غنزوقهم ان شاء الله بفاكهة تمرة الأراك. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم وما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم والتعليق ديالكم. وكنشكركم بزاف على التعليق اللي كتصيفطوا ليا وكنشكركم جزيل الشكر. وغنقول لكم بسلام عليكم حتى الفيديو القادم بحول الله. ورمضان مبارك كريم اللي يدخل علينا بالصحة والسلامة والهنا والتيسير.